يا مساء الخير، يا مساء النور، يا مساء السرور. طبعا توحشناكم بزاف وما غبرناش عليكم عمدا. كانت عندنا بزاف ديال الخدمه، وما بينها خدمه خدمه في خدمه. طبعا من كيما كتعرفوا الزين والهمه عزيز عليها تيك توك، مشات لينا دايركت للتيك توك وبقات لينا في التيك توك. طبعا هذه المره جينا وجبنا لكم اشياء غزاله وراقيه، طبعا جليلبات كيما العاده دائما وابدا، واثمنه المناسبه مع الثوب كيحمق طبعا غزاله وكتحمق. انا غادي نوريكم دابا الالوان ديالها. طبعا كما كتشوفوا دابا جهزنا ملابس التصوير لبكره ان شاء الله. عندنا معرض وعندنا تصوير خاص في قناه خاصه ان شاء الله بكره غدا ان شاء الله غادي نعطيكم الخبير عليها. طبعا تليجة مع اختلافات الالوان والديزاينات، هادشي بغيت نوريه لكم، وانما ان شاء الله بغيت نخلي حتى يسالي التصوير. كاين هذا الموديل وكاين هذا الموديل اللي هو غزال وحمقني. انتم سمحوا لي البنات لانه انا يدي بوحدي. طبعا شوفوا 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 هادشي، هاد قفيطين مع حزيم ديالو كيجي غزال في اللبسه، فيه الوان غزاله. طبعا انا عندي الالوان ديالو، هانتوما البنات شوفوا الخدمه ديالو كي غزاله وفنه وراقيه وخفيفه. طبعا تلبسيه بنتي جالسه مع العائله شي مناسبه شي جمع، الله يخليكم دائما مجموعين دائما. شوفوا الخدمه ديالو راها خفيفه، والاثمنه راه غتلقاوها عند الزين والهمه طبعا مع الرقم ديالها غنعاود نحطو لكم، ونعاود دابا نكمل لكم الموديلات الاخرى. طبعا عندنا هاد الجليبه اللي هي دو بياس، فيها موسلين لتحت مع ما لاصقش فيها، هو سيباري موسلين ديالها ها هو، والجليبه مخدومه غير بواحد الرانده خفيفه وبسيطه، وهذا تحت ديالها راه كاينه الخدمه ديالها كلها لداخل. طبعا انا يدي بوحدي هاد المره، بغيت نصور لكم ولكن غنصور لكم. هانتوما البنات ها البلو ديالها، عندها القفطان لتحت موسلين والجلابه الفوق، وهذه هي الخدمه ديالها. كيجيو الكميمات شويه قصار باش تيبان هاد الموسلين ديالها، ولكن راها غزاله. طبعا موسلين اللي لتحت ما لاصقش فيها، طبعا كيكون القفطان بوحدو سيباري والجليبه سيباري بوحدها. طبعا البنات عندنا هاد الموديل اللي هو غزال، والثمن ديالو راه غزال كتر منه. هاد الموديل البنات غادي تلبسوه كيجي سبور شويه، لانه فيه كما كتشوفوا فيه جين كيجي سبور. حنا غادي نجربوه هنا ان شاء الله. وطبعا كما كتعرفوا هنا كيطلبوا بزاف د السامبل، وكيطلبوا الجلابه تكون طويله، ما كيبغوش بزاف المخزني، وانما دخلنا لهم هذه المره مخزني باش يعرفوا ما هو المخزني. طبعا هاد الجليبه انا غنوريكم الالوان ديالها كامله. طبعا الجلابه اللي صورت لكم دابا هادو هما اللوينات اللي فيها، يا بسم الله، فيها هاد اللون، فيها الغوز، فيها البيج، وفيها غوز بارد عليه شويه، هذا غامق وهذا غوز بارد شويه، وفيها لي طاي كاملين تقريبا جميع المقاسات. بالنسبه للجلابه اللي كنت لابسه انا دابا ها هي، وهاللون ديالها غزال، فيها الموف والسومو، وراها الحجر البنات كلها مرصعه بالحجر شفتوها. طبعا ونشوفوا هذا الموديل اللي هو غزال كيحمق، تيجي فن حماقو عليه هنايا، حماقو عليه حيت فيه شي حاجه بلديه داخل، فيه شي حاجه غزاله وشي حاجه زبيبنه بحال هاد الديزاين هذا، بحال شي لوحه فنيه. فهاد اللون انا اختاريته نصور به الاول، علاش؟ حيت عجبني هاد الغوز. الغوز دائما المراه كتكون مثيره لهذا اللون وبما فيهم انا. انا غنوريكم الالوان حيت فيها الوان غزالين، انا غنوريها لكم. هذه البنات كيخصها غير شي بليغه وشي جليسه مع الحباب، الله يجعلكم دائما مجموعين. انتما الغزالات ديالي طبعا هاللوينات، هاد اللون، وكاين هاد النوار مع هاد الغوز، وكاين هاد الغوز، هاد البلو جين طبعا، لا ماشي بلو جين باردون، هذا النوار حتى هو كسحب ليا فيغ غامق، حتى هذا النوار، وهذا الكري مع البوردو. يا لالا شوفوا على على ميكس ديال الالوان، وهذا لالا واحد الخبيطر مع البلو. هذا طبعا ديري ليه شي بليغه في هذا اللوين غادي تجي داكشي غزال، ولا شي شال في هذا اللوين. وهذا هو الغوص اللي كنا كنصوروا من دابا شويه مع النوار. طبعا ندوزوا لهاد الجليبه اللي هي غزاله وكتحمق، شوفوا
باردور حيت ما تصلحتش ليا مزيان، باقي ما ساليتهاش في الصلاح، عجبتهم. يلا غادي نصلحهم باش يهبط ليهم هاد الخدمه ديالهم، باش تهبط ان شاء الله. هادي فيها هاد اللوين، لا هذا موديل اخر، انا غادي نوريه لكم. فيها البيض ديالها، شوفوا البيض ديال شي عروسه، ولكن هنا تيبغيو البيض بزاف، تعجبهم اللون البيض. هانتوما سامبل كتجي طويله، غنوريكم الالوان ديالها. انتما البنات فيها الوان غزاله تقريبا، هذا كاين هذا اللون، وكاين هذا البيخ، كاين هذا البلوك، وكاين الخضيضر ديالها، وكاين السومو. لا لا هادشي اللي با اللي هي خفيفه وسامبل وخاصه للناس الطيات الكبار، غير هي الكميمات ديالها راها ماشي مقبوطين، راها كلوش بزاف من تحت، وماشي ايفازي مخزنيه، وخاصه للطيات الكبار والناس اللي عندهم شي مناسبات وهكذا، حنت فيها شويه ديال البغيه، داكشي ديال المناسبات والحضور، وفيها الالوان كاملين. دونك ندوزو لالا هاد الجلابه. هاد جلابة خفيفة وسهلة، كميمات ديالها مقيبطين، وهكذا نازلة بالبرونز، الفيغ والبرونز، مخدومة مع البرونز. جليلي با اللي حمقتني وحمقتهم حتى هما هنايا. دونك هادي الديكغادي ديالها فهادو كولوغ، فيها هاد البلو هو مخدومة بلورونج، الخدمة ديالها غزالة حتى هنايا، هاد الألوان ديالها خفاف والطرز ديالها غزال، فيها جوج ملا فيها بزاف د الالوان، انا غادي نوريهم لكم، ولكن ملي كتلبس كتجي رائعه. ها انتما البنات الكغي، الكغي الديغرادي ديالو هو هاد الكولور اللي كيجي فلاش شويه، يعني بالنسبه للكغي على ود انه باش يعطيه لون اخر، لان كل لون عنده الديغرادي ديالو، وفيها الوان غزاله، وحتى الديغرادي ديالهم كيجي غزال. انا غنوريكم الالوان الاخرى. ثم البنات هذا مطر الديغرادي ديالو في الكليل ما في فيغ، وهذا الديغرادي ديالو غوز، وهذا لورونج الديغرادي ديالو بلو، وهذا الموف عنده حتى هو هذا الموف ديالو غامق، ولا لا النوار هي النوار، غادي يكون الكميمات ديالها في هذا الكولور اورانج، يعني كل جليليبه فيها الديغرادي ديالها، كيجي ضروري الديكغادي ديالها كيكون مخدوم على حسب الجلابه وعلى حسب الخدمه ديالها. هاد الغزالات ديالي الكول ديالها كيجي هكذا، الكول طالع مقبوط. دابا نحط لكم واحد الصوره وهي ملبوسه، وهذا راه الطرز ديالها، وهنا كل كولور في الديغرادي ديالو غزال غزال. هنايا كاين واحد الفيغ ديالها نسيت ما وريت لكمش هاد الموطار، وهذا الخضيطر ديالها حتى هو، انا نوريكم الوان اخرى. انتما البنات هالالوان ديالها اللي جاوني، جاني هاد الكولور، وجاني البلون، وجاني الغوج، جاني الفيغ، وجاني النوار، وجاني البيج اللي بحال هاد اللون هذا.